الصلاة والسلام على رسول الله. يعني شرفنا اليوم إنه الشيخ جمال حمود يشرفنا من كالجري ليلقي محاضرة عن التربية الإسلامية في هذه البلاد. والشيخ محمد يوسف أيضا يشاركه هذا الأمر. يأتينا أيضا من كالجري، ربنا يبارك فيهم. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله تعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبارك في عمركم ويبارك في جهودكم ويجعلها في ميزانكم إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله هنعطي الكلمة للشيخ جمال، وهيبتدي قبل الكلمة إن شاء الله الشيخ محمد يبتدي بآيات من الذكر الحكيم. لعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المدرسة وأن يجعلها يعني في سبيله ومرضاة له بأمر الله تعالى. Oh.
يشرفني اليوم أن أدخل هذا الصرح العلمي المبارك في هذه البقعة من الأرض والتي يعتبر لتأسيس المدارس فيها الأثر الأكبر في حياة المسلمين والذي يذكرنا بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة مدرسة قبل ما اشتهر في التاريخ الإسلامي عن بناء المسجد. تلبية لدعوة الأخ الدكتور حسام الشرقاوي وحرام المصوم التي فرع هذه المدرسة وذلك بصحبة هذه الذلة الطيبة أهل العلم والفضل ابتداء بفضيلة الشيخ أشرف التوني الذي كان لصحبته الأثر الكبير في بيت الله الحرام والأماكن المقدسة ومن ثم جمعنا الله عز وجل في هذه البقاع ما بين مسجد ومدرسة يتألق فيها المسلمون طلبة طالبين الرضا من الله عز وجل وطالبين العلم الشرعي. ثم لقاءنا بالأستاذ الكريم الشيخ عبد الله من قطر وكل ذلك كان برفقة وصحبة أخي الذي لا أستطيع أن أخطو خطوة إلا أكون مع فضيلة الشيخ القارئ شيخ قراء البردة حاليا وهو شيخ قراء المقارئ في كندا فنسأل الله عز وجل أن يجري الخير على يديه آمين. إخوتي وأخواتي لا تصدقون كم أنا أكون سعيدا عندما أحضر مثل هذا اللقاء لنؤسس صرحا إسلاميا مثل هذه المدرسة المباركة. عطفا على ما ذكرت أنه اشتهر في التاريخ الإسلامي أن أول عمل أقامه النبي صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى المدينة كان بناء المسجد النبوي الشريف، لكن المدققين في التاريخ يقولون أنه في نفس اللحظات التي كان يبنى فيها المسجد كانت تؤسس فيها أول مدرسة للمسلمين في المدينة المنورة، وكل ذلك يترجم قول الله تبارك وتعالى أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. أيضاً هذا الأمر يذكرني بمؤتمر في القرن الماضي في فرنسا كان عن طريق غير المسلمين، ومما حصل في ذلك المؤتمر أن سؤالاً وجه إلى كبير القساوسة في ذلك المؤتمر من سيحكم العالم في القرن القادم؟ قال الأمة التي تقرأ أكثر هي الأمة التي تحكم، وفعلاً
هذا ما يقوله الإسلام وما يقوله القرآن وما لمسناه في واقع الحياة. الأمة التي تقرأ هي الأمة التي تمسك زمام الأمور، والأمة التي تضع الكتاب خلف ظهرها ولا تقيم للعلم ولا المعرفة وزنا فهي الأمة المتخلفة ولو ملكت مهما ملكت من السلاح. في نفس الوقت أيضا أمام هذه الإحصائيات يقول التاريخ المعاصر أنه في ثمانينيات القرن الماضي، وإن أعذرني لو ضربت أمثلة يعني سياسية فلا تؤخذ بذلك